الريموت شغل احنا معتبر من بالنسبه للشغل اللي طالع احنا ما قلناش كتير خالص يعني تقريبا يعني الوقت الرسمي 21 يوم بس 21 يوم ده احنا بنتكلم في شخصيه واحده مش في الفيلم كله. الفيلم كله ما كلنا ورك شغل الفيلم كله المده الصغيره دي يعني بس كان عشان عددنا كبير قوي فكان الموضوع ابسط يعني يعتبر خلصنا انجزنا شغل الفرق. لا انتم ناخد انجزته الصوره بتتكلم ويمكن اللي هيتابعوا البرنامج هيشوفوا اللقطات اللي بنعرضها منه يعني حاجه مبهره جدا. طب رد الفعل كان كما توقعتم يعني من اصحابكم على الاقل في المحيط الضيق؟ لا اكتر من احنا كنا متخيلين او الشغل اللي خلص كان بصراحه احلى من احنا كنا متخيلين. ما كانش فيه حتى حد يقدر يقف فيها انا ما كنتش عارف مش الشغل بسبب عدد الناس اللي موجودين في المعرض يعني بس الحقيقة المعرض ناجح بصراحة يعني. لا هو معرض مؤكد. يعني كانت الورشة نفسها كانت كويسة وشغل عجب الناس كلها تقريبا يعني. أكيد يعني إن إحنا نشوف فيلم أسطوري بيتكلم على أساطير وبيتكلم على مرحلة يعني في خيال البشرية كل واحد بيتصورها بزاوية مختلفة. أكيد النهاردة إحنا بنتكلم على آخر أيام الأرض. كلنا ممكن خيالنا يروح بعيد. اللي صنع الفيلم صنعه بشكل فيلم صوتي فكان بيعتمد على الخيال بشكل كبير. عشان أطابق الخيال مهمة مش سهلة. وفنون جميله مهمتكم الابداع يعني اظن انتوا ابدعتوا فعلا لكن تعتقد ان انتوا ممكن تكرروا التجربه تاني؟ اكيد لو في اي فرصه لازم هنكررها يعني. نعم. فهي تجربه كويسه جدا وفادتنا كلنا يعني. ومن الاشياء اللي سمعتها ان ما كانش فيه مثلا ده مش مرتبط يعني بمشروع بدرجه مش مرتبط بحاجه لا انتوا بتعملوا حبا الفن للفن ده كان حافز بالنسبه لنا نفسنا جدا يعني حاجه ان هو يتكرر او نكمله بشكل احسن من كده. شوف بقى فيلم اول ايام الارض شوفنا اخر ايام الارض. لا صراحة صورة مشجعة ومبهرة وبحييكم عليها وبشكركم جدا على المجهود الجبار وبتمنى ان كتير من الشباب اللي بيحلم وبيقول انا داخل الجامعة السنة دي وعايز فنون جميلة هنا بتتصنع الاحلام والاحلام فعلا بتتكرر وبتتصنع على ارض مصر بالتحديد في اسكندرية كلية فنون جميلة. هستناكم بعد الفاصل ونستكمل حوارنا عن اخر ايام الارض.